الخير. صباح الخير. صباح الخير. الناس اللي بتنام وهي سايقة، في ناس بصراحة يعني بتبذل مجهود زيادة في الشغل، بتسهر لأي سبب إن كان، فيجي سايق الصبح، وبالذات لو على طريق سريع أو يعني في حتى ساعات بيبقى بطء في الحركة، تلاقيه إيه الراس بدأت تروح لقدام، وإما بقى العربية تروح يمين أو الشمال أو تكمل، بس بتكمل في حتة في النهاية بيكون للأسف طبعا النتيجة هي الحوادث. خطير الموضوع. بالظبط. في دراسة اتعملت في أوروبا لقوا إن واحد أو حادث من أصل 5 حوادث بيبقى السبب الرئيسي فيه هو موضوع النوم ده. عشان كده فكروا في حاجات تبقى موجودة في السيارات، احنا حتى بلقينا نلاقيها دلوقتي في كتير من العربيات الأوروبية أو الأمريكية حتى، وكمان الألمانية طبعا، اللي هي موضوع الفايبريشن، اللي مثلا لو انت بتخرج عن بالظبط، وطبعا ممكن تتحكم في شدته وكده، لكن ده للناس اللي عندها الإمكانية ان هي تجيب سيارات متطورة أو فيها الأوبشن ده، اللي طبعا أكيد بيكون سعرها غالي إلى حد ما. فبسطوا نفس الفكرة بس عملوها على شكل ساعة فيها كل حاجة زي أي ساعة عادية، وفيها كتير من الوظائف، لكن الميزة اللي فيها إن هي بتقيس، نقدر نقول معدل ضربات القلب والنبض وكل العمليات الحيوية اللي بتحصل في جسمك وانت نايم. بمجرد ما بتقيس إن تقريبا جسمك بدأ يدخل في مرحلة النعاس الشديد أو النوم، بيبتدي يعمل فايبريشن، او الساعه تعمل فايبريشن في ايدك بشكل قوي جدا عشان تنبهك ان انت بدات تنام. فطبعا بتتنبه وترجع مره تانية تحاول تركز على الطريق او تصف على جنب مثلا لو انت عايز تاخد قسط من الراحه او الى اخره يعني من الاجراءات. فالساعه دي المفروض ان هي تكون متوفره في الاسواق في خلال السنه او السنه ونص اللي جايين على اقصى تقدير، وبيقولوا ان سعرها مش هيتعدى $50. هو هيك بس لو يضيفوا عليها كمان اوبشن تعطي شوك كهرباء كف شوك هيك شوي خفيف يعني 5000 فولت. 5000 فولت يعني عشان بعد صح في العربية. لا بس شوف، هو موضوع انه الواحد يكون نعسان ويسوقها يعني جد جدا جدا صعبة. فاحنا دائما اكيد يعني مننبه كل مستمعينا انه لو شعرت بهاي الامور الواحد بصفك على اليمين بيريح شوي. بالضبط، عشان نوصل بالسلام ينطلق. طيب عشان تفضل انت. طيب هنقول هنفكر بس الناس بسرعه قبل ما تفكرهم بسؤال الاي كيو. انا عارف عايز تفكرهم بسؤال الاي كيو بسؤالنا على صفحتنا على الفيسبوك، هو القرار اللي ممكن تاخده في مكان شغلك يتطبق من بكره الصبح، يا ترى هيكون ايه القرار؟ في ناس بتتكلم على زياده الرواتب الحقيقه، يعني في ناس كتبت زياده الرواتب اللي هو حد النيك نيم بتاعه تويتي على صفحتنا على الفيسبوك تويتي بده زياده، هو حر خلاص هو ماشي. حر. طيب. ام لنا كمان بعت الموضوع ده وبتقول هزود الرواتب للمحتاجين وهاخد من الرواتب العاليه اللي في ناس بتاخدها من دون وجه حق، هنقصها شويه. طيب يعني خلينا هنا تدي هنا. طيب خلينا نروح لسؤال الاي كيو، وبنذكر بالجائزه طبعا حضور العرض الخاص في نوفا سينما لفيلم Guardians of the Galaxy. اوكي طبعا رح يكون معنا فائزين 2، وكل فائز 6 تذاكر لحضور هذا العرض المميز وفيلم الأكشن. طبعا سؤال الاي كيو كان بيقول انه كيف نحصل على العدد 100 باستخدام 5 وحدات بس، 5 وحدات يعني ما تستخدم رقم تاني وتضيف عليه 5 وحدات، لا هدول 5 وحدات بعملية حسابية. ابعتولنا على 404 مع الأسامي الثنائية، لأنه باللينك الجاي رح نعلن اسم الفائزين 2. عيش اللحظة مع Our Choice.